بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، إن شاء الله آخر جزء في الدرس الأول القطع المكافئ بعنوان معادلة المماس للقطع المكافئ. معادلة المماس للقطع المكافئ، إن شاء الله ندرس معادلة المماس في حالتين. معادلة المماس للقطع المكافئ عند الرأس، عندك إذا كان المنحنى مفتوح أفقيا فإن معادلة المماس عند رأس القطع هي X تساوي H. يبقى عند رأس القطع اللي هي H و K، المماس هنا يا شباب لو رسمناه هيكون X بيساوي H. أما إذا كان المنحنى مفتوحا رأسيا فإن معادلة المماس عند رأس القطع هي Y تساوي K. نلاحظ ادي المنحنى مفتوح رأسيا لأعلى، وادي نقطة الرأس، لو رسمنا المماس هيكون بالشكل هذا، إذا معادلته y بتساوي k. طيب لو عند أي نقطة أخرى غير الرأس يا أستاذ، سنطالب بالمماس عند النقطة x1 y1. ننزل تحت نشوف الشريحة التانية يا شباب. معادلة المماس للقطع المكافئ عند أي نقطة تقع على منحنى القطع، عندك الاتجاه اما رأسي او اتجاه افقي، المعادلة في اتجاه الرأسي x ناقص h تربيع بيساوي 4 c في y ناقص k، والاتجاه الافقي كما علمنا سابقا y ناقص k تربيع بتساوي 4 c في x ناقص h. طيب ايه المعادلة اللي انا اعوض فيها؟ هنعوض في المعادلة هذه يا شباب بالنسبة للحالة الرأسية y ناقص y1 بيساوي x1 ناقص h على 2 c في x ناقص x1. طب بالنسبة للحالة الأفقية y ناقص y1 بتساوي 2c على y1 ناقص k في x ناقص x1. لو حضرتكم بسيط يبقى معنى كده لو جات لي الصورة القياسية بالشكل هذا أعوض في المعادلة دي، ولو جات لي بالشكل هذا أعوض في المعادلة دي. طيب إيه المطلوب في المعادلة هذه؟ قيمة ال h وال c وال x1 وال y1 حقة النقطة، وهنا برضو ال x1 وال y1 وال c نفس الكلام، بس هنحتاج إلى K. نبدأ نشوف مثال خمسة. اكتب معادلة مماس منحنى القطع المكافئ X بتساوي Y تربيع زائد 3 عند النقطة P 7 و 2. لو حضراتكم بصيتوا المعادلة دي ليست في صورة قياسية، فلازم أكتب المعادلة بالصورة الإيه الأول؟ القياسية. أنقل التلاتة الجهة التانية بعكس الإشارة، أطلع الأشياء اللي عندي، الـ H موجودة بتلاتة، الـ K بصفر، السي بربع، ليه بربع يا شباب؟ هنا واحد اقسمها على اربعة، اكس ون اللي هي سبعة، اكس تو واي ون اللي هي باتنين. اذا كده طلعت البيانات اللي انا محتاجها. ابدا اكتب معادلة المماس للقطع في الصورة الافقية، واي ناقص واي واحد بتساوي اتنين سي على واي واحد ناقص كي في اكس ناقص اكس واحد. نبدا نعوض يا شباب، واي ناقص واي واحد اتنين بتساوي اتنين في ربع على 2 ناقص 0 اللي هي y1 ناقص k. في x ناقص x1 موجودة عندك بسبعة، عملية تعويض، بسط الكلام ده هيطلع بربع. اضرب المعادلة كلها في 4، يبقى 4 y ناقص 8 بتساوي x ناقص 7. انقل ال x الجهة التانية بعكس الإشارة، والسبعة بعكس الإشارة، هتلاحظ إن سالب 8 زائد 7 هتعطيني سالب 1، وبالتالي معادلة المماس هي 4y ناقص x ناقص 1 بتساوي 0. كده أول حاجة بتعملها هي أن تجعل المعادلة في صورة قياسية، بتطلع بياناتك وتكون حافظ معادلة المماس في الصورة الأفقية بالشكل هذا، وعملية تعويض عن قيمة الـ c والـ y1 والـ k والـ x1 تخلص الإيه؟ المسألة. طيب السؤال تحقق من فهمك خمسة إيه؟ y بتساوي 4 x تربيع زائد 4 والنقطة سالب 1 و8، وعاوز معادلة المماس. أول حاجة هنجيب الصورة القياسية، 4 x تربيع بتساوي y ناقص 4، يعني نقلت الأربعة بعكس الإيه يا أولاد؟ الإشارة. طيب هنبدأ نشوف x تربيع بتساوي y ناقص 4، الأربعة دي نقسم عليها تديني هنا يا شباب ربع. طيب أنا كده عملت الصورة القياسية، هنبدأ نجيب قاعدة مماس القطع الرأسي، y ناقص y1 بتساوي x1 ناقص h على 2c في x ناقص x1. طيب محتاج إيه للكلام ده؟ h و k و c و x1 و y1، موجودة ال h مش موجود x، هنا جنبها حاجة يبقى بصفر، ال k بأربعة،
السي بواحد على 16. واحد يقول لي ليه واحد على 16 يا استاذ؟ لان انت عندك ربع تقسيم 4، ربع تقسيم 4 اهي اوضحها هنا، ربع تقسيم 4 يعني معناها ربع، حول الجسم يا شباب فضرب تبقى 1 على 4 يعني بتساوي 1 على 16. وصلت هي منين؟ طيب بعد كده عندك قيمة ال x1 من النقطة بسالب 1 وال y1 ب8. عندك القيم موجودة كلها، هتعوض في معادلة المماس، هتطلع المعادلة المطلوبة y ناقص 8 x1 اللي هي سالب 1 ناقص h اللي هي بصفر على 2 في 1 على 16 في x ناقص ناقص 1 يعني موجب 1. هتطلع ب سالب 1 على 1 على 8 في x زائد 1، يعني هنطلع مقام، المقام يطلع بسط كما تعودنا، هيطلع لي هنا سالب 8 في x زائد 1، وزع السالب 8 داخل القوس، ثم نلاحظ ان السالب 8 هتروح مع ال 8، اتفضل لي y بتساوي سالب 8 x، وبالتالي معادلة المماس المطلوبة y بتساوي سالب 8 x، أو ممكن نقول y زائد 8 x y زائد 8 x بتساوي 0. يبقى احنا كده يا شباب خدنا على الحالة الأولى والحالة الثانية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.